صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، معكم غيدة جبيلي وعلي شقير مباشرة من مطار رفيق الحريري الدولي، حيث وصلت في هذه الأثناء الطائرة السعودية المحملة بالمساعدات الإغاثية والمساعدات الطبية، وهي جاءت يعني من بعد يعني طلب لبنان ونداء من لجنة الطوارئ في الحكومة. اليوم المساعدة الإغاثية في ظل النزوح والأعداد الكبيرة للنازحين اللبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية. بهيدا الأثناء عم نشوف عدد من الوزراء حضروا. معاليك خلينا ناخذ من الوزير أمين سلام الموجود هون لاستقبال هذه الطائرة السعودية. كنا الأحد أمام طائرة واليوم طائرة سعودية، شو بتقول عن المساعدات وهذا الجسر السعودي الجو السعودي؟ يعني أنا امبارح حقيقة استعملت تعبير الصقور العربية اللي عم تحط بمطار بيروت، لأنه فعلا يعني دقائق بين بعضهم عم ينزلوا الطائرات من دول العربية. يعني المملكة العربية السعودية امبارح أطلقت جسر الجوي، اليوم واصلة تاني طيارة، محملين بعشرات الأطنان، على القليلة 40 طن كل طيارة. بنفس الوقت تقريبا عم ينزل من دولة قطر أيضا بالجانب الآخر من المطار كمان جسر جوي، عم ينزل طائرات يوميا. الإمارات العربية المتحدة أيضا طائرات يومية. يعني فعلا نحن، وهلأ على فكرة أنا جاي أيضا برفقة السفير سلطنة عمان، هلأ بيوصل بعد لحظات لاستقبال أول طائرة من سلطنة عمان. يعني اليوم عم نشوف دول مجلس التعاون والعالم العربي أجمع فعلا بحالة احتضان رائع جميل جدا للبنان ولشعب لبنان تحديدا، لأنه الجميع يدرك أنه نحن بحاجة لنصمد بهالمرحلة الانتقالية وصولا إلى بر الأمان، لأنه بعدنا مأمنين نحن أنه دعم الدول العربية أيضا والاحتضان الواضح الدبلوماسي والسياسي أيضا سيوصل لبنان إلى وقف إطلاق نار وإلى مرحلة جديدة من المباحثات بالسلام، لأنه ما بقى نحمل حقيقة. تعب لبنان، تعب اللبنانية، والعالم العربي اليوم عارف أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يحتضن كل شعب لبنان وياخده على بر الأمان، ونحن عم نعول على هذا الشيء. هذه الجملة كمان كان قد يعني لفت لإلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه اليوم كل هيدي المساعدات وكأن عم بتمهد ربما لمساعدة دبلوماسية، جهود دبلوماسية لوقف لإطلاق النار. برأيك اليوم أصبح هذا الأمر قريب أم بعد الأمور؟ شوف نحن للأسف اليوم لأنه لبنان ما عنده رئيس للجمهورية وبحالة يعني تشرذم داخلي، لأنه للأسف شايفين الفريق الداخلي لم يتفق بعد على حل بالبلد. بس اليوم العربي عم يجي يقول لك أنا حدك، أنا بدي أحفظ لك موقعك على طاولة المفاوضات حتى ما يكون لبنان الحلقة الأضعف وناخد يعني الجزء الأسود من الاتفاق للشرق الأوسط. فاليوم الاحتضان العربي بدنا كتير نركز عليه ونتلقفه بحكمة وبوعي، وعم بحكي على كل الفرقاء اللبنانيين، لأنه لبنان أولا وأخيرا بلد عربي، وضمن هالمحيط العربي سيكون لاعب أساسي، الكل بيعرف قيمته بالمستقبل أيضا. مشان هيك في اليوم جهود دبلوماسية وسياسية لتجنيب لبنان مأساة أكبر وحرب أوسع، لأنه ما حدا بده إياها، ولا حتى العدو الإسرائيلي بيتحمل حرب طويلة الأمد مع لبنان. التوجه هو نحو وقف إطلاق نار، وفي شغل كتير كبير عم نشوف من الأوروبية ومن العرب للوصول إلى هذه النقطة. ومن بعدها أنا بعتقد، هاي عم بحكيها عبر هنا لبنان، بعتقد النقطة المفصلية ستكون الانتخابات الأمريكية ودخول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض بشهر 1 من 2025، هتكون نقطة تحول للبنان وللمنطقة إن شاء الله على أمل وقف إطلاق النار الدائم. شكرا لك وزير الصحة فراس الأبيض، أيضا وصل في هذه الأثناء إلى جانب الوزير ناصر ياسين. ما عرفناك معاليك، يعطيك ألف عافية. اليوم فينا نعرف أكثر عن هذه المساعدات، هل هي إغاثية طبية بأي إطار؟ في مساعدات طبية عم توصل من
المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان مشكورين على هذه المساعدة. وفي ما يسمى الحقائب الإغاثية، هي حقيبة للعائلة فيها كل ما يتعلق بأمورهم إذا كانوا في مركز الإيواء أو في مكان غير مجهز. وهذه عندما تحضر يعني امبارح أول طيارة واليوم، وحنوزعهم بشكل مستمر على كل المحافظات بناء على الأعداد بشكل نسبي وتناسب حسب أعداد النازحين وأعداد المحتاجين لهذه المساعدة. طيارة سعودية، طيارة من سلطنة عمان، قبلها كانت سيارة قطرية وأيضا إماراتية، اليوم الدول العربية كلها بمطار رفيق الحريري. يعني هذا هو العمق العربي الحقيقي. لبنان ما وقف من أيام الحروب السابقة، الاجتياحات السابقة، الحرب الأهلية إلا بدعم الدول العربية، ومشكورين لهذه الوقفة بجانبنا عبر الأمور الإغاثية الآن، ولكن أيضا عبر الدعم الذي يجب أن يعني يصل إلى لبنان بموقف السياسي الحقيقي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، المؤسسات الوطنية، تطبيق القرارات الدولية، وللمطالبة بوقف إطلاق النار اليوم قبل بكرة. إن شاء الله. شكرا لك معالي الوزير ناصر ياسين. طبعا كان السفير السعودي وليد البخاري قد حضر يوم أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال هذه الطائرة، وأكد أن اهتمام المملكة العربية السعودية بلبنان الشقيق، معلنا أن الجسر الجوي سيتوالى طيلة الأيام المقبلة ليشمل المواد الغذائية والإغاثية كافة. وأشار إلى أن الجسر الجوي يقدم بأكثر المعايير الشفافية، وهناك فريق متخصص للإشراف والدعم، وهناك أكثر من 350 طن من المساعدات. وقال يجب الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة. وكانت أولى طائرات الجسر الجوي السعودي وصلت بالأمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي، رافق سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وعلى متنها مساعدات ومستلزمات إغاثية وطبية من المملكة. وبهذه الأثناء مثل ما عم نشوف طيارة سعودية جديدة تحط وتبدأ عملية يعني إفراغ من المساعدات. خلينا نجرب نحكي معاليك 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 لا فينا ناخذ كلمة. كمان عم نشوف اللواء محمد خير موجود أيضا لاستقبال هذه المساعدات. طائرة الأمس كانت بتحمل 350 طن من المساعدات، سيتم توزيعها إذن بحسب ما قال السفير بأقصى معايير الشفافية والمساءلة. بدي أشير أيضا إلى أنه خلينا هيك نفرج الجهة المقابلة علي، كمان المزيد من الطائرات من سلطنة عمان وأيضا من دولة قطر وغيرها من الدول تصل تباعا إلى مطار رفيق الحريري الدولي. مثل ما قلنا سابقا كل الدول العربية طائراتها موجودة بهيدي الأثناء بمطار رفيق الحريري الدولي. وصل سفير دولة قطر بهيدي الأثناء أيضا بانتظار وصول الطائرة القطرية. Thank you.
مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل علي شقير المساعدات السعودية. طبعا كانت أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت جسر جوي إماراتي إلى لبنان تحت شعار حملة الإمارات معك لبنان، وتم جمع التبرعات والمساعدات لدعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان. أكثر من 1,200,000 نازح نزحوا من جنوب لبنان وأضاحية الجنوبية لبيروت، الجزء الأكبر منهم في جبل لبنان وفي الشمال. الدولة اللبنانية وحكومة عبر لجنة الطوارئ الحكومية عملت على تأمين الحاجيات، إلا أنها غير قادرة في ظل هذه الأعداد الكبيرة على تأمين المستلزمات الكاملة. يتم إعلام الإعلام بهذه الأثناء بالانتقال إلى الطيارة القطرية بعد الطائرة السعودية. وين يعني كيف بنروح؟ ماشي ماشي وراك بس احنا بدينا هوا ساعات اللي وين هاي كيف استاذ فهد ممكن كلمة؟
فإذا أيضا إلى جانبي ومباشرة على الهواء الأستاذ فهد عائد سلطان العصيمي، أهلا وسهلا فيك عبر هنا لبنان. يعني مشكورين على هذه المساعدات اليوم للشعب اللبناني من قبل المملكة العربية السعودية. بالأمس كان هناك طائرة واليوم في طائرة، وبحسب ما قال السفير بأن هناك سيكون طائرات في الأيام المقبلة. فينا نعرف أكثر تفاصيل حول مضمون هذه الطائرة؟ طبعا الحمد لله اليوم هذا يعتبر ثاني طائرة، وهي امتداد الجسر الجوي لشارل سعد السفير وباتجاه خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمين. اليوم هذه الطائرة هي تحمل مساعدات إنسانية مكونة من المواد الغذائية، السلع الغذائية، وبالإضافة إلى المواد الطبية والمستلزمات الطبية والحقائب الإيوائية. طبعا هذه المواد تم اختيارها وتنسيقها بناء على احتياجات النازحين الذين ينتقلون من أماكنهم إلى أماكن أخرى، وإن شاء الله سوف يتم توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية اللبنانية. شكرا لكم على مجهودكم. فإذا هذه هي المعلومات الأساسية فيما يتعلق بالطائرة. خلينا نكفي، فإذا هذه الطائرة للسعودية، خلينا ننتقل لنشوف الطائرات الأخرى والطائرة القطرية التي ستحط بعد قليل عمانية من سلطنة عمان بهذه الأثناء، وبعدها القطرية. فإذا بضيافة مثل ما عم نشوف السفير القطري، عفوا، من سلطنة عمان. سلطنة عمان إذن، طائرة من سلطنة عمان إلى جانب الطائرة من المملكة العربية السعودية. فإذن خلينا ننتقل عليه لو سمحت لنشوف الشق الآخر. نحن رايحين هلأ صوب الطائرة القطرية. يعني جسر جوي عربي في لبنان من مختلف الدول العربية، من مصر أيضا، كل الدول العربية. أطلقت جسورها الجوية إلى لبنان، وتعد أشبه هذه الخطوة بمثابة يعني نوع من المحبة الكبيرة للبنان ولشعبه الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة، ظروف حرب وغيرها من يعني أزمة النزوح. مثل ما ذكرنا 1200 مليون ومئتين ألف نازح هو العدد الأساسي أو اللي وصل مع ارتفاع الأعداد النازحين حتى هذه الساعة. في صحفيين بس نحن مكفيين معهم، في ناس ما بدها تجي، يمكن تجي ما بعرف. وصلت الطيارة؟ بعد لأنه بلغونا أنه وصلت، مشان هيك تركنا هناك. ما حاليا ما في حدا بينزل هلا من الصحافة هون. نحن ما بعرف، ما سألتهم صراحة. هي هونيك بهيدي النقطة صح؟ ولا بعد أكثر؟ لا هونيك.
بدي أشير إلى أنه كل هذه المساعدات يتم وضعها في مستودع سيسايد أرينا بالبيال المعروف بالبيال. كل هذه المساعدات من الدول العربية ومن بعد يقوم الصليب الأحمر اللبناني بإيصالها إلى المناطق وخصوصا إلى المحافظين والبلديات. ليتم توزيعها بعد ذلك على النازحين. يعني هيدي الضاحية الجنوبية هون، صرنا على الضاحية الجنوبية. بدي شير بس قدام هيدا المشهد اليوم على صمود مطار رفيق الحرير الدولي بظل كل الظروف، عم بطائرات الطيران الشرق الأوسط عم بتحلق فوق الغارات الإسرائيلية من الضاحية الجنوبية ومختلف المناطق طبعا. ولكن الصورة اليوم انتشرت، هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل المصورين والإعلام كله. طيران الشرق الأوسط أثبت بظل الظروف هيدي بأنه هو الأول في لبنان قادر، وبطبيعة الحال كل اللبنانيين يفتخرون بصمود المطار وبالطيران، طيران الشرق الأوسط الميدل إيست. لكن فينا نقول بعد ما وصلت الطائرة، ما وصلت بعد؟ بعد ما وصلت؟ طولنا وصلت. فإذا بهيدا الأثناء وصل الموكب. خلينا نجرب ناخد من وزير الصحة فراس الأبيض هيك عبال ما توصل الطائرة. معالي على الهواء كلمتين تالين، لأنه مين بدنا نحكي؟ مين؟ لا لا من عينه النظر، من عينه النظر بس هيك انه البدل جاهزة والكرافات. طيب نحن حنكتفي بهذا القدر من البث المباشر ونعود لكم ببث مباشر لاحق. انتظرونا دائما عبر هنا لبنان. كانت معكم غيدة جبيلي وعلي شقير.